السلام عليكم يا دكاترة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الدواج السادس اللي هو مايكوفينيليت موفيتيل، أو اللي اسمه نازل للسوق السلسلة. المايكوفينيليت موفيتيل لو جينا اتكلمنا عليه، القرص بتاعه تركيزه نص جرام يعني 500. عادة الدوز رافلي كده باخد من جرام ونص 2 جرام، يعني الماكسيمم 2 جرام. حقيقة أنا بتكلم على الدوز على قد إحنا حاجاتنا كجلد، لأن المايكوفينيليت موفيتيل لاستخدامات تانية في الترانسبلانت والجرافت بريجكشن. المايكوفينيليت موفيتيل يفضل إن هو يتاخد على معدة خالية، يعني بعيد عن الوجبات، لحد ما نعمل ادجستمنت للدوز، يعني لحد ما انا مثلا القى ان الدنيا بدات تجيب نتيجه، وبعد كده ممكن اخلي العيان ياخده مع الوجبات بحيث ان هو يقلل الجي اي تي ابسيت. الهارد لايف بتاعه حقيقه يعني من 17 و9 من 10 بلس اور ماينس 6.5، يعني تقريبا كده مثلا من 11 ساعه ل 25 ساعه تقريبا. بناخده توايس ديلي او 3 تايمز ديلي، تمام. متوقع الريسبونس بتاعه الايه بعد 6 اسابيع، يعني هو مش مكتوب ستريكتلي في الدراج، يعني الدراج الثانيه كان يقول لك مثلا بعد عدد اسابيع معين لو ما جابش نتيجه بعتبره خط دفاع فاشل، ولكن هو مش مكتوب بالظبط، ولكن انا شفت بيبر في ستاديز اشتغلت عليه وبداوا يشوفوا النتيجه بعد 6 اسابيع في عيانين سلايسز، وقارنوه بالباس سكور، كانت بدا الريسبونس يظهر بعد 6 اسابيع، وكان الماكسيمم ريسبونس بدا يظهر بعد 12 اسبوع. تمام. لو جينا اتكلمنا عن الميكانيزم في اكشن، فالمايكوفينيليت موفيتيل اول ما بيدخل الجسم بيتحول لحاجه اسمها مايكوفينيليك اسيد، فهو برو دراج، يعني بيتحول للاكتيف فورم اللي هو المايكوفينيليك اسيد. المايكوفينيليك اسيد بيشتغل على انزيم، الانزيم ده اسمه انوسين مونوفوسفيد ديهايدروجينيز. الانوسين مونوفوسفيد ديهايدروجينيز هو اللي مسؤول انه يكون حاجه اسمها جوانوسين نيوكليوتايد. نيوكليوتايد يعني حاجات في البيزس بتاعت الدي ان اي والار ان اي. فبالتالي هو هيعمل سبريشن للتي والبي لينفوسايت. وفي حاجه مميزه فيه قوي ان هو سيلكتيف قوي وسبيسيفيك في الاكشن بتاعه على التي والبي لينفوسايت. هتقولي لي ليه؟ طب ما هو الانزيم ده هيمنع الجوانسين نيوكليوتايد في كل السيلز. هقول لك ان الانزيم ده فيه منه تو تايب، تايب 1 وتايب 2. تايب 1 موجود في الاذر سيل تايبس، وتايب 2 موجوده في التي والبي لينفوسايت، وهو سبيسيفيكلي اكت على التايب 2 اللي هو الانوسين مونوفوسفيت ديهايدروجينيز تايب 2. ده كمان بيعمل تي سيل ابوبتوزس، وبيقلل الادهيجن مولكيول، وبيقلل النيتريك اوكسايد، وكمان بيمنع البرايمري انتي بادي ريسبونس. تمام. طيب استخداماته، طبعا احنا قلنا في الترانسبلانت والحاجات اللي هي مش تبعنا، وبالنسبه لنا احنا اي حاجه فيها ايتس واي حاجه فيها اوتو اميون زي البولس والابتكابيا والفاسكلايتس والاتوبيك ديرماتيتس والجرافت فيرسس هوست ديزيز والسيستميك لوبس والمايسينيا جريفس والميسوتريكسيت، واتعملت دراسه بينه وبين الميسوتريكسيت على مجموعه عيانين، وكان صاحب الاستاديز ديت اللي عملها على كام عيان لقي ان الافاكاسي بتاعه المايكوفينيليت موفيتيل زي الميسوتريكسيت. حقيقه بامانه شديده انا ماليش خبره، يعني ما استخدمتش سلسبته وتابعته عشان اشوف الافاكاسي يعني بتاعته بالظبط، هل هو فعلا بوتنت از ميثوتريكسيت او نوت. حقيقه ما اقدرش افتيكم، لكن الاستادي دي قالت ان هما الاثنين زي بعض. طيب السايد افكت، طبعا احنا قلنا خلاص حاجه بتعمل سبريشن وتيل والبي لينفوسايت، يبقى تعمل مايلو سبريشن، ويترتب عليها انفكشن وثرومبوسايتوبينيا وبليدنج، وممكن يزود الليابيليتي للمالجنسي، ويعمل شويه ماسل سيمتومز، يعني شويه ماسل ويكنس او مايلاجيا، يعمل ثرومبوسايتوبينيا اللي هي بقت التوكسيك افكت، يعمل هايبر ليبيديميا، ممكن يعمل الكترولايت امبالانس، بس عاده يعني مع الدوزز الكبيره اللي بياخدها عيانين الترانسبلانت. بالنسبه لنا كجلد ممكن يعمل اكني، ممكن يعمل اكني، وحقيقه ممكن يعمل دارك يورين. هل دي سايد افكت بس؟ لا مش دي سايد افكت بس، ولكن انا مهتميه بالسايد افكت اللي ممكن تتسالي فيها. يعني ممكن مثلا واحد محجوز في الرعايه ماشي على سيلسبت، يتعمل لك عرض ويقول لك ان هو من ساعه ما مشي على السيلسبت وبدا يطلع له بامبس في وشه، فتروحي تلاقي شويه اكني، تقولي لا ملوش علاقه. لا، هو السيلسبت ليه علاقه، زي ما احنا قلنا في سايكل اسبورن برضه ليه علاقه. فبالتالي لو عيان بياخد سايكل اسبورن وبدا مثلا الشعر بتاع وشه يزيد، او شعر ايده ورجله في حالات الهايبر تريكوزس، في علاقه وثيقه حقيقه بين الدراج ديت وبين السايد افكت اللي بتحصل. تمام. طيب لما نيجي نتكلم عن بقيه الحاجات الكونترا انديكيشن، ايه الحاجات الكونترا انديكيتد ان انا استخدم معاها المايكوفينيليت موفيتيل، ممكن ان احنا نطلعها من السايد افكت. يعني اللي عنده مثلا اكتف انفكشن ما ياخدوش، اللي عنده كانسر، اللي عنده ليفر امبيرمنت، اللي عنده بون مارو فيلير او بانسايتوبينيا، الست الحامل ما تاخدوش لانه بيعمل كونجنتال انوميلس، وكمان بيعمل ممكن يعمل فيتال داس، والست اللاكتيتنج ما اتعملتش دراسات كفايه، وانا عن نفسي شايفه ان هي ما دام ما اتعملتش دراسات كفايه فما نجازفش وبلاش ان احنا نديه للاكتيتنج وومن. الانتر اكشن كالعاده جايب دراجز كتيره جدا مش المفروض ان احنا نعرفها كلها، ولكن انا عم ركزت على الدراجز المهمه اللي احنا فعلا ممكن نقابلها او بسهوله ممكن ده الشخص يبقى ماشي عليها. في دراجز سيريس افكت زي الكوليسترامين وبعض البيولوجيك والاموكسيسيلين والليفاكسين، يعني الشخص اللي ماشي على سلسبت ما ياخدش ليفاكسين، ولو ماشي على انسبيوتيك ما تديلوش اموكسيسيلين. هتقولي لي ايه العلاقه اشمعنى الاموكسيسيلين؟ اقول لك مش وارد واخد السلسبت فحصل له انفكشن فتيجي تدي لي انتبيوتيك، ابعدي عن مجموعه الاموكسيسيلين. وفي بعض الدراجز لما تتاخد مع السلسبت لازم كلوز مونيتورنج زي الاسبرين ومجموعه
الاساسي زي الديكلوفيناك والبروفين والكتلاج وبعض الدايابيتكس والميثوتريكسات. برضو بركز اهو الميثوتريكسات ما يتدخلش مع السلسبت يا جماعه عشان كده هيبقى هيباتوتوكسيك قوي، عشان برضو نفس الفكره ان في بعض الدكاتره بيعملوا كومباينيشن بهدف الوصول للنتيجه، لكن زي ما قلنا قبل كده ان انا كويس ان انا احصل على النتيجه بس من غير ما اعمل سايد افكت عنيفه للعيان. تمام كده، ده بالنسبه للدراجز اللي احنا نخلي بالنا منها فيما يخص المايكوفينيليت موفيتيل. يعني حقيقه المايكوفينيليت موفيتيل يعني اكتر حاجه، يعني ده الكلام المكتوب نظريا، لكن اكتر حاجه فعلا بتحصل مع المايكوفينيليت هو اللوكوبينيا، ان هو بيعمل بنسلتوبينيا خصوصا اللوكوبينيا. انا اتذكر ان كان في عيانه مره اتحجزت في الرعايه وكان مكتوب لها علاج خارجي سلسبت مع ازا اميونوسبريسنت، وكانت العيانه بدات تدخل في لوكوبينيا عنيفه بعد كام يوم من السلسبت، لدرجه ان هي بعد كام يوم الليكوسايت بتاعتها وصلت ل 2000 وتاني يوم وصلت ل 1500، وفضلنا نقول يعني للقرايب بتاعتها ان لازم نوقف السلسبت وسبحان الله هم رفضوا. وفعلا العيانه بعديها بالظبط بيومين دخلت في السريشن ودخلت في سبسس واندايت ربنا يرحمها. ده كده فيما يخص المايكوفينيليت موفيتيل، واحد من الاميونو سبريسنت. اي اسئله انا معاكم. اللهم انك عفو عظيم حليم كريم تحب العفو عني، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.